لمناقشة ملف تفاقم أزمة التلوث البيئي في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، السلام عليكم. هناك تصريحات كثيرة عن التلوث البيئي خاصة في العراق وتعاني منها العاصمة بغداد بشكل خاص. نبدأ من تصريح البنك الدولي حذر من تداعيات تفاقم أزمة التلوث البيئي في العراق، ولكن من الذي أوصل البلاد إلى مستويات التلوث الخطيرة؟ من المسؤول عن هذا الملف دكتور؟ عدة أسباب. أولا شكرا على الاستضافة أخي العزيز. بالنسبة للسؤال هذا، عدة أسباب لزيادة التلوث. أولا عدم الالتزام بالمعايير البيئية، يعني أبسط شيء مثلا المياه العادمة تصرف إلى الأنهار مباشرة. الشيء الثاني، آثار حرب الخليج الأولى والثانية كبير جدا، ومثل ما تفضلت مثلا تقرير عن البصرة، هناك تقارير تقول أنه 500,000 من سكان البصرة معرضين لأمراض سرطانية مثلا. ونفس الشيء هذا ينطبق على بقية الأماكن في العراق. فحرب الخليج الأولى والثانية أدت إلى تلوث كبير جدا، زائدا عدم الالتزام بالمعايير البيئية. يعني حتى مثلا تصريف مياه البزل إلى الأنهار رأسا، المصانع تصريف المياه العادمة إلى الأنهار رأسا، في كثير من المحافظات نلاحظ أنه مكبات النفايات الصلبة تكون قرب الأنهار، وكل هذا تؤدي إلى التلوث طبعا. طيب دكتور، وزارة البيئة قالت أن التلوث البيئي في العاصمة بغداد يعني بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه. تداعيات هذا الخطر الذي يداهم سكان بغداد، ما هي أوصافه دكتور نظير؟ طبعا أول شيء راح يأثر على صحة المواطن. شيء مهم جدا، وطبعا إذا أثر على صحة المواطن راح يأثر على الاقتصاد وبقية الأمور الاجتماعية في العاصمة. طبعا العاصمة مهمة جدا لأنه عدد السكان فيها كبير جدا. فلذلك أي إصابة أو أي انتشار لمرض معين راح يؤدي إلى تأثير كبير على المواطنين اللي قاطنين في العاصمة، وبعدين ينتشر إلى المدن الأخرى. هذه المشكلة الكبرى. طيب دكتور، في نفس الموضوع ولكن من جانب آخر، المزارعون وصائدو الأسماك في محافظة البصرة حملوا إيران مسؤولية زيادة نسب التلوث في المياه. كيف يمكن أن يؤثر التلوث المائي على قطاعي الزراعة وصيد الأسماك؟ كيف يمكن ذلك؟ بالنسبة إلى الأسماك، طبعا الأسماك النهرية تعيش في حدود مسموح بها للأملاح الذائبة. اللي صار عندنا بالبصرة مثلا بالذات أنه إيران حولت تصاريف نهر الكارون كلية داخل إيران. ونهر الكارون كان يزود 40% من تصاريف شط العرب. مو بس هذا الشيء، وإنما بدأ تصرف مياه البزل إلى شط العرب. طبعا هذا راح أدى إلى دخول مياه الخليج أثناء المد إلى بحدود تقريبا 30 كيلومتر داخل شط العرب. هاي طبعا المسافة ما كانت توصلها إطلاقا سابقا. زائدا مياه البزل تكون عادة ملوحتها عالية جدا، فهذا طبعا راح يزيد من ملوحة المياه، وهذا راح يأثر على طبعا الأسماك الموجودة وكذلك التربة. والتربة طبعا إذا تأثرت بالملوحة راح تأثر على الإنتاج الزراعي. هاي المشكلة الكبرى اللي إيران سببتها بالنسبة للبصرة، وأيضا هناك مناطق أخرى سببت إيران مشاكل بها مثل تقليص تصاريف نهر ديالة وغيرها من الأنهار على الحدود العراقية الإيرانية. طيب دكتور، السلطات في محافظة ميسان، نحن نتحدث هنا فيما يتعلق بالأهوار في جنوب العراق،
السلطات حذرت من خروج الأهوار من لائحة التراث العالمي بسبب الجفاف، ماذا يعني خروج الأهوار من هذه اللائحة؟ طبعا اللائحة معناها أنه كل اللي سويناه أو اللي حاولت الحكومة أن تسويه راح يروح هباء منثورا، لأنه إيران، أيضا نرجع على إيران، قطعت كل الروافد اللي تزود المياه للأهوار. معظم الأهوار هي من وين تزود بالمياه؟ يا من روافد دجلة اللي والوديان اللي جاية من إيران، زائدا بعض المياه من الفائضة من نهر الفرات. نهر الفرات نعرف أنه تصاريفه قليلة جدا بالمقارنة للسابق، وأيضا دجلة وروافده تكلمنا أنه المشاريع الإيرانية قلصت أو بالحقيقة سدت تقريبا معظم المياه الداخلة إلى الأهوار. نعم. فطبعا ما توقعت هذه الأهوار راح تبقى، فطبعا راح تنعدم، ومعناها أنه راح ترفع من لائحة اليونسكو. دكتور، الحلول التي يجب على السلطات اتباعها لتخليص العراق من التلوث البيئي وأيضا للتخلص من أزمة الجفاف، ما هي الحلول برأيكم؟ الحلول تكلمنا عنها في كثير من الأحيان، وخاصة على قناتكم المحترمة. نعم. نظام إدارة الموارد المائية في العراق يجب أن يغير كليا. والخطوط العريضة للنظام الجديد، أولا التوعية الجماهيرية، لأنه حتى متخذي القرار للعلم معظمهم ما داركين، ما عندهم إدراك لخطورة الموقف المائي في العراق. نعم. هاي أول. اثنين، يجب أن نعتمد على المصادر غير التقليدية أيضا للمياه، وإحنا تكلمنا عنها في قناتكم اللي هي الحصاد المائي لمياه الأمطار، إعادة استخدام المياه العادمة للأغراض الزراعية، تنقية المياه المالحة. اثنين، يجب أن نغير نظام الري كليا المتبع حاليا، لأنه النظام الحالي فوائد المائية كبيرة جدا، فيجب أن نغير إلى أنظمة فوائدها المائية تكون بسيطة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش. ثالثا، شبكات توزيع المياه الموجودة حاليا فأيضا فوائدها المائية عالية جدا، يجب أن تكون مبطنة ومغطاة حتى نقلص الفوائد المائية. هذه الخطوط العريضة، وإحنا كتبنا كثير من تفاصيل عن هذه الأمور وعقدنا مؤتمرات حول هذا الموضوع سواء داخل العراق أو خارج العراق، لكن مع الأسف ماكو أي استجابة. عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم.